بكم في حلقة واحدة أخرى من برنامجكم المغرب ينتخب. ضيفي في هذه الحلقة هو السي محمد سمير بالروحو، وكيل لائحة لا منتمون بمقاطعة السواني. سي سمير، مرحبا بك في المغرب ينتخب. شكرا، كنشكر الطاقم ديال المغرب ينتخب، وكنشكر شي نصر على الاستضافة وعلى إتاحة الفرصة باش التواصل مع المواطن في هذه الحملة الانتخابية ديال الانتخابات الجماعية 14 سبتمبر 2015. شكرا. طيب سي سمير، شنو هو السر في اعلانك لاخر لحظات الترشيح ديالك؟ والمفاجاه هو انك نزلتي بلائحه اللا منتمون، اي من غير لون سياسي. لما كيخفات على شي واحد انني كنمر مؤخرا بظروف صحيه جعلتني نقصد المستشفيات على الصعيد الوطني ولا خارج الوطن، وهذا الشيء هذا كيعرفوا الجميع وما كيخفات على شي واحد. الشيء اللي كان جعلني ما كنقررش بسرعه في المصير ديال الترشيح ديالي. ولكن في الاخر ملي جيت ننزل جبرت مثلا بان بعض المسائل التنظيميه في الحزب وبعض المسائل وبعض الاخوان اللي كنت مثلا كنطعم بهم اللائحه او كانوا عباره عن اعمده ديال اللائحه ديالي السابقه، جبرتهم عملوا التزامات نظرا لانني كنت تقريبا كنفكر في مرحلة التشاور في المشاركة في الانتخابات ولا عدم المشاركة. إذا اضطريت باش نتقدم بلائحة مستقلة لسبب ثاني آخر، وهو أنني كنشوف بأن المرحلة المقبلة كتستدعي واحد النوع ديال التحالفات، من الأحسن يكون بنادم حر في الاختيار ديالو. خاصة واش ما كتشوفش بأنك بلائحة المستقلون سيكون تواجدك في الساحة الحزبية ما بعد الانتخابات ضعيف؟ لا لا لا، شي لائحة مستقلة ما كتمنعش أن الإنسان يقدر يكون باقي في الحزب ديالو أو لا يقدر يعمل شي اتجاه آخر، وكتخلي له الحرية ديال الاختيار وما كيطبقش عليه قانون الترحال. وفي نفس الوقت كيبقى له جميع القناعات ديالو السياسية والمبادئ ديالو اللي تربى عليها، ويمكن له يقرر المصير السياسي ديالو بطريقته الخاصة. سي سمير، هناك من اعتبرك بأنك خنت حزب السنبلة، خصوصا أنك قضيتي به سنوات طويلة وتحملتي مسؤولية متعددة. أنا ما خنتش حزب السنبلة وأنا باقي حراكي، وحتى واحد ما يقدر يقول لي بأن خنت حزب السنبلة، لأن الناس حركيين في المكتب السياسي وترشحوا يا منتمون، وكاين الناس حزبيين ومناضلين في أحزاب وأسماء كبيرة جدا وكترشح على منتمون. طريقة اللائحة المستقلة هي عبارة عن واحد اللائحة كتجمع مجموعة الحساسيات. أنا الثاني ديالي كان كيتقلب المسؤولية في حزب آخر، الثالث كان كيترشح في حزب آخر، ولكن التكامل، هل هذا تكتيك سياسي؟ تكامل التجمع بيناتنا جعلنا نخلقوا واحد اللائحة منسجمة وقوية وكتعبر على المواطن ومتوازنة، حيث تمثل جميع تراب مقاطعة السواني، والناس اللي فيها كيمثلوا القرب والتواصل بين المواطن وما بين المستشار. هل هذا تكتيك انتخابي؟ لا، هو حاجة طبيعية. هل هذا تكتيك انتخابي من سمير بالروحو من أجل العودة إلى رئاسة مقاطعة السواني؟ شوف برسيلونا ولا مدريد أو الرجاء أو ملي كتدي كامبيوناتو كتدي الليغا كتدخل العام اللي ما جيت تلعب كتدافع على اللقب ديالنا. سمير بالروحو رئيس دخل الانتخابات، راه في الاول الهدف ديالو هو المحافظه على المكتسبات السياسيه ديالو. من هذه المكتسبات كتدخل بزاف ديال الاشياء، ماشي ضروري نسميوها رئاسه او نسميوها منصب، راه كنسميوها واحد الاداه من الادوات ديال العمل الجماعي كتحافظ عليها باش يمكن تخدم المصالح ديال المواطن. ولكن اذا لم تكن الرئاسه فليست نهايه العالم، راه هناك عده مناصب يمكن ان يتقلدها الانسان، ولكن الهدف هو هل في الامكان ديال سمير بالروحو يخدم المواطن؟ هل سمير بالروحو بفعل التجربه وبفعل الوقت وبفعل مرور الزمن وبفعل الاحتكاك غادي يقدر يتجاوز بعض مجموعه الاخطاء اللي كانت كتوجه له؟ سمير بالروحو ماشي ملاك وماشي شيطان، ولكن راه في نفس الوقت انسان له ما له وعليه ما عليه، يحاسب، يمكن عنده محاسن يمكن عنده مساوئ. طيب كيفاش كيقرا سمير بالروحو اللوائح المنافسه في المقاطعه ديال السواني؟ كنطلب التوفيق للجميع، وكنظن بان المنطق ديال المعامله يجب ان يكون منطق الاختيار حسب الكفاءه، حسب التكوين، الوجوه الجديده، محاربه شراء الدمام واستعمال الاموال، التطبيق الحرفي وتنزيل الخطاب الملكي السامي الاخير حول الانتخابات.
جعل المواطن مراقبا وحسيبا وحكما في نفس الوقت حول قضية الانتخابات، لأنه هو من يقرر من يمثله. طيب على ذكر الوجوه الجديدة، واش اللائحة ديالكم كتضمن وجوه جديدة؟ إيه اللائحة ديالنا كتضمن وجوه جديدة، هذه مسألة معروفة. واش عندها رتب متقدمة؟ كاين معنا رتب متقدمة حاجة طبيعية، كاين رتب في المراكز الأربعة الأولى، بحال مثلا السي منير الليموري أول مرة يشارك في الانتخابات الجماعية، كيشارك في الانتخابات المهنية مرة واحدة، وشاب ونشيط، بحال مثلا السي يوسف أسواق، هذو اللي كنقول لك أسماء جديدة، بحال السي رشيد أهنوش، بحال السي محمد بالميرا، وهذو كاملين أطر أطر وجوه جديدة. طيب شنو أولا أولا فاعلين جمعويين، ولا ما كانوش أطر فاعلين جمعويين. طيب المعروف لائحتنا هي من اجل طنجة، ونحن نساهم في قضاء حوائج الناس. هذا هو احنا راه حومة شعبية، لا برنامج طويل وكبير وعريض، وفيه ما هو بالواضح وما هو بالمرموز، وفيه قراءة بين السطور. الله يرحم الوالدين. اما البرنامج البرنامج ديالنا اولا الاتحاد والتوافق من اجل استكمال وتطبيق مشاريع ديال طنجة الكبرى، اللي استواني عرفت منهم بعدا ثلاثة من اهم المشاريع، جوج هي النفق الصغير امام قنطرة بن ديبان، والثاني هو النفق الذي كيربط ما بين مشاريع مولاي اسماعيل وساحة الجامعة العربية. وهذا انفاق مهمة، لان تسوانك عندها تقريبا جوج كيلومتر و300 متر 2300 متر من المدخل ديال مدينة طنجة الرئيسي. ما بغيناش نتكلموا على المنجزات ديال انا لا ماشي المنجزات، هادو ماشي المنجزات ديالنا، هادو المنجزات ديال طنجة. المقاطعة كانت مهمشة، مكلفة بتعدل عقود ازدياد، ومكلفة تعدل الناس الشواهد ديال القرب. شنو صلاحيات كتعدل المقاطعة باش تقولي منجازات؟ تكون في معدل ما ماشي المنجزات ديالكم طبيعة. لا هادو ماشي ديالنا، هادو ديال طنجة الكبرى. قلت لك المقاطعة يجب أن تكون فاعلا من أجل التحالف ومن أجل التضامن، من أجل استكمال تطبيق المنجزات. المنجزات ديالنا هي زيرو الغيث، ما كاينش الغيث، المقاطعة اللي مسروحة 92% بالاعتراف الجامع، ولو أن المشاريع ديال طنجة الكبرى من أجل إصلاح أكبر ساهمت في بعض العثرات وفي بعض كذا وفي بعض هذا. هي المقاطعة اللي ما عندها شي متنفسات، هذه كنا كنطالبوا بإضافة فضاء للمقاطعة من أجل تحقيق الشساعة، لكي يكون بإمكاننا تنفيذ برامج رياضية واجتماعية فوق أراضي عرية، الشيء الذي لا نملكه. مقاطعة أصغر مقاطعة في المغرب، أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان تفوق هونغ كونغ، 4 كيلومتر مربع 140,000 نسمة، 35,000 نسمة في كيلومتر مربع، صفر أرض عارية، صفر أرض خاوية. طيب وتقولي أن المقاطعات راه يجب مراجعة دور ديال المقاطعات، عضو المقاطعة أو المستشار في المقاطعة لا يصوت، ليس له الحق في انتخابات المستشارين، لا يصوت في انتخابات ديال مجلس العمالة، لا، عبارة عن عضو يمثل المقاطعة فقط التي ليست لها الصفة القانونية، وإنما طيب تعتبر جهاز مساعد لمجلس المدينة. سي سامي بالروحو، بهذا البرنامج بهذا الوجوه اللي كتضمن اللائحة ديالكم، نعم، واش ممكن تنافس الوجوه الانتخابية اللي كان عندها ريع طويل أو باع طويل في الانتخابات؟ دابا غادي نقولوا الشيء النقيض ديالو، ولا قلنا الوجوه الانتخابية اللي كان عندها باع طويل، سي سامي كان عنده باع طويل، جوج مرات هو كيجي الأولي. إذن هنا كنبغي نقول لك راه اللائحة ماشي معناها وكيل اللائحة، حنا قمنا بتفعيل الأوامر السامية والقضية ديال الوجوه الجديدة وكذا، ولكن في نفس الوقت أنا نقول يمكن لا تنافس الوجوه القديمة أو لا تنافس الناس اللي كان عندها باع طويل في الانتخابات. حنايا في هاد الساعة داخلين بمنطق تساوي وبمنطق أن حنايا في اشنو النتائج في خط واحد في انطلاقه واحده. طيب اشنو النتائج اللي كتوقعوا انكم تحصلوا عليها؟ انا داخل ندافع على المنصب ديالي كرئيس، وندافع على المرتبه ديالي، حيث ان المره السابقه حصلنا على اربعه المقاعد في مجلس المدينه، هو نفس العدد اللي حصل عليه كان ديك الساعه اللائحه ديال العداله والتنميه. ياك حنا داخلين ندافعوا على المكتسبات
ديالنا السياسيه حنايا ما ضد حتى شي حزب، واللائحه ديالنا راه جمعت مجموعه من الاسماء اللي كانت كتناضل داخل حساسيات سياسيه معينه وعندها توجهات معينه، كيجمعنا حب الوطن، حب مدينه طنجه، حب سواني، السكن في سواني، تكوين مستمر، العلاقه مع المواطن، التواصل، منتوج الجوده. طيب اللائحه ديالكم بوحدها حتى اذا حققتوا نتائج ايجابيه في هذه الاستحقاقات ما يمكنلاش انها تبوأ مناصب الا اذا تحلفتوا مع احزاب وحدين اخرين، ما هي اقرب الاحزاب؟ اللائحه المستقله منفتحه على الجميع، وهذا هو التكتيك السياسي او الانتخابي التي تكلمت عنه قبل قليل السي نصرو. اللائحه المستقله في عرف العالمي تكون اما لتحقيق توازن معين، واما لتحقيق غلبه معينه لجهات على اخرى، واما لتحقيق دور يكون مطبوعا ببصمه تنفذ وتكون مبوءه على المواطن. هذه اللائحه المستقله والدور ديالها على الصعيد العالمي. ثلاثه ديال الاشياء اللي ذكرتيها سي سمير واحده فيهم انتم في اجل تحقيق التوازن، كل شيء كل شيء. السياسه هي فن ممكن سي نصرو. نحن لسنا ضد اي احد، ونحن لسنا مع اي احد، واننا نحن مع المواطن ولمصلحه المواطن ومن اجل طنجه. شكرا سي سمير، نخلي كلمة أخيرة. اللائحة المواطنين، صوتوا على سمير روحه، صوتوا على لائحة الكرسي، صوتوا على اللائحة المستقلة برمز الكرسي، نحن في خدمتكم. كنعتذروا إذا كان منا شي تقصير، لأن حتى شي واحد ما مكمول والكمال لله، وكيعمل بنادم اللي في يده. شكرا. شكرا سي محمد سمير بن روحه، معروف بسمير. البرنامج نتمنى لك التوفيق. مشاهدينا هنا كنكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم المغرب ينتخب، نتلقاو مع ضيف واحد آخر وحزب واحد آخر إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.